بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. تلامذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نعم الصرف والتحويل دعم نعم عام الذي نعم طلبت منكم نعم إنجازه في نعم الحصة السالفة، إذن نقوم بتصحيحه. نعم، وذلك يوم نعم ثلاثاء 21 أبريل 2020 ميلادي 27 شعبان 1441 نعم للهجرة. لا بأس تلامذتي أن نذكر بالفعل الصحيح والمعتل نعم وما يطرأ عليهما. فعل الصحيح وما خلت حروفه من حروف العلة، أقسامه السالم والمهموز والمضاعف، والفعل المعتل وما كان أول أو وسط آخر حرف علة، وأقسامه نعم المثال والأجوف والناقص. بالنسبة نعم للفعل نعم المثال، نعم رأينا المثال الواوي والمثال اليائي. قلنا نعم المثال نعم الواوي وعد مثلا، وعد يعيد عيد، تحذف نعم فاعه في المضارع والأمر. يئس ييأس إيأس تثبت في المضارع نعم وفي الأمر. نصنف، إذا نعود إلى الآن تمارين، نصنف الأفعال الصحيحة التالية. إذا ما يتعلق بالسالم، إذا سمع وركب، المهموز نشأ أخذ قرأ، أما المضاعف عد شد وجر. تصنيف الأفعال إلى صحيحة ومعتلة. الأفعال الصحيحة زأر سن تبع درب بلغ. الأفعال المعتلة وصل صفا حظي فات حال وقف عاد دنا. إذن السؤال رقم ثلاثة، إذن ذلك موجود بنعم الكتاب المدرسي نعم الصفحة 221. الأفعال قلنا لدينا الفعل ياء المخاطبة واو الجماعة نون النسوة. يسمو ياء المخاطبة تسمين، واو الجماعة تسمون أو يسمون، نون النسوة تسمون أو يسمون. يلقي تلقين تلقون، يلقون تلقين يلقين. يمضي تمضين تمضون، يمضون تمضون يمضين. ينعى بالنسبة ياء المخاطبة تنعين، وهو الجماعة تنعون وهم ينعون. نون النسوة نعم أنتن تنعين وهن ينعين. السؤال رقم أربعة، أسند الأفعال المعتلة إلى الضمائر. لدينا الفعل تاء المتحركة ألف الاثنين واو الجماعة ونون النسوة. زهى، إذا تاء المتحركة زهوت زهوت زهوتي. ألف الاثنين زهوى وزهتا، واو الجماعة زهو نون النسوة زهونا. أما بالنسبة نعم للفعل فدا، فديت فديت فديتي. ألف الاثنين مثنى المذكر فديا المؤنث فدتا، واو الجماعة فدو ونون النسوة فدينا. الفعل روية، أنا رويت رويت رويتي جاء المتحركة. ألف الاثنين رويا
وروية بالنسبة نعم المثنى المؤنث. واو الجماعة رو ونون النسوة روينا. جيد. أما نعم التحويل، حول ما يأتي إلى المثنى والجمع بنوعيهما. شارك اللاعب في دورة رياضية، نعم تكون يا أو تدريبية. بالنسبة للمثنى نعم المذكر، شارك اللاعبان في دورتين رياضيتين تدريبيتين. المثنى المؤنث، شاركت اللاعبتان في دورتين رياضيتين تدريبيتين. أما هذا ما يتعلق بنعم المثنى. نعم أما نعم الجمع، نقول جمع المذكر، شارك اللاعبون في دورات رياضية تدريبية. وبالنسبة للجمع المؤنث، شاركت اللاعبات في دورات رياضية تدريبية. إذن تلامذة الأعزاء، بهذا نكون نعم قد أنهينا نعم تصحيح نعم الصرف والتحويل نعم الدعم العام نعم اللي قلنا للصفحة نعم 221. إذن تلامذة الأعزاء نعم سوف نعم تنجزون نعم نص نعم سوف تقومون بشكله نعم هذا النص الذي سوف أرسله الآن يوم الثلاثاء 21 أبريل نعم لنصححه يوم الأربعاء. وإليكم نعم النص التالي هو نعم في تحت موضوع التسمم. إذا ستقومون بشكل النص والإجابة عن أسئلة نعم الفهم نعم لنصححه جماعيا يوم نعم الأربعاء بحول الله عز وجل. تلامذتي نعم الأعزاء، بهذا نكون نعم قد أنهينا كما نعم سبق. دمتم في حفظ الله ورعايته. نتمنى من الله العلي القدير نعم أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية، وأن نعم يجمعنا نعم إن شاء الله عاجلين نعم في أقسامنا بعد أن يرفع عنا هذا الوباء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.